السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم جميعا ومرحبا بي أنا في هذه المدينة الاجتماعية، لأن المدينة ديالي الاسم الكريم حميد صرفاق ملقب بحميمسة، وجينا هنايا في هذا المهرجان ديال الاجتماعية، جاو الإخوان داروا لنا التكريم هنايا، وكنشكروا جميع الناس اللي منظمين هذا المهرجان واحد واحد، والسلطات المحلية والسيد القائد. هو واحد النقطة اللي بغيت نقول لك، أنا بالنسبة للمنطقة ديال المنطقة الأحمر خصوصا هنا الشماعية، أي محرك كان فات يكون مزيان، أي كاع دوك البارود، حيت هي البلاصة الوحيدة اللي خارج منها البارود، هذه هي البلاصة اللي داير البارود، هو كاين فيه المغرب كامل، ولكن في المنطقة اللي هي منطقة أحمر هي اللي خرج منها النار الأول. تنظيم على ما يرام داك الشيء مزيان، الحمد لله كل شيء زين. والحمد لله هذا العام كنا في واحد، كنا مشى في اللي في الاقصائيه ان شاء الله نمشي لصار سالم، اللي احتلينا المرتبه الثانيه باش مثلنا المنطقه ديالنا باحسن تمثيل، وفي معرض الفرس احتلينا المرتبه الثالثه. وكنشكروا الجميع والاخوه اللي دايرين بهذا الوجه معاك باش حنا تنطلعوا لفوق كنكونوا مزيان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، بصفتي رئيس الجمعيه الحنيشيه للتنميه والمحافظه على البيئه، نتشرف بهذا المهرجان الكبير تبارك الله في الدين الشماعية. والشماعية ماشي هادشي وليد صدفة، لأن هي فيها مدرسة مولوية يعني كتحافظ على هاد ركوب الخيل والرماية، ومعروفة منطقة أحمر كلها معروفة بهذه المنطقة، لأنه جميع الخيالة كانوا كيأتيو من جميع المدن، لهذا كانوا كيجيو هنا فين باش يتعلموا الرماية وركوب الخيل. وكاينة مدرسة مولوية اللي الآن كيشرف عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكيدعم منطقة الفروسية. وكنشكروا جمعية الازدهار للتنمية البشرية على هذا الحفل يعني المبارك والقيم، لأنه حفل كبير ومهرجان في المستوى الرائع، لهذا كنشكركم جميعا بارك الله فيكم.